كيري سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين إنسان كي وحانو دردارا ني لبدي سي والد مركا لبدي سي والد مركو ليه دائما إلهي هو يدا أيو قار أسوى صعا ووصينا الإنسان بوالديه أضوغي لما شيقنين لك إلهي وحولي حملته أمه وهنا على وهن ضعف على ضعف ومشقة على مشقة وتعب على تعب لب أو دن أيا لسكوس أروريي أنت أورك كسي دي وحا كسي دير أنت نوچني سي كل كلابدا آياد اسمدي ديان لبسانا أو تفتي دي وغفقي إيا لح بلوت وآي سو نوچي سي أي أورك كسو سي دي صدن بلوت بسكوي markii aynu fiirino cusiyaanka yaga iyo rafaadka yaga waxaynu ogsoonahay mar kasta oon xasuusannaba mar kasta oon caasiyinahay runtii waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana imaa yablughanna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uf walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawlan kariima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا هذا حق الوالدين إلهي بحكمه سبحانه وتعالى وواجبي اللازمي إننا نسقى ما هي عدك لعابدين الله لبدا والدنا إحسانا نسمين ونبر سمين waxaad garanaysaan xadiidka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inuu ka mid ahaa nin saddex qof oo ilaahay god ku riday ama buur ku awdantay oo ilaahay baryeen camalkoodii saalix ahaa mid ka midihi wuxuu ahaa nin sahmiyey geedihii la fogaadeen oo hooyadii aabihii da weyne ay u joogaan wuxuuna ahaa inaanu cidna caana u lisinin laa kuwadat u dhalay isagu ولا كو حولد انا وخب سينين الا والدكيسا وحسين كل كو سو داهيو سهنكي با لا ديرادو ديل مد بو كو ييميد ايغو هردي بو كا ييميد سهنكي و سوال لسي كل كاس ولدو الاستاغ ايغو هردي اوودو مو يالان انو كيعيو بارن بهما محايا لي اول بو هردي سيجيي ما دام اول هردي سيجيي اسغو xaq uma yeelan ama awood uma yeelan inuu hurdada ka kiciyo mar kale caanihii uu soo liso la dul taagan yahaa waagii korkiisa ka baryey ilmihiisiina qaylinayaan xoolihiina qaylinayaan ilaahay subxaanahu watacaala wuu ku baryey wuu og yahay ilaahay inuu kun sheegayo subxaanahu watacaala isaga uu baarinimo waalidkiisa u baarinimo falay inuu sidaa ku sameeyey marka waa hooyo wey حديث رسول كان عليه الصلاة والسلام إيه صحيح إنه متفق وحولي أبي هريرة وكورنيو إنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس إلي بحسن صحبتي أو بحسن الصحبة بحسن صحابتي أي بمعنى الصحبة تتك يا إيه حق بدن إن نسمى فلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمك ثم من قال أمك ثم من قال أمك ثم من قال أبوك متفق عليه وصدح قرب رسولك أقري حقا إني لا ذهي محايا لآيات القرآن بيكو عدهي حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا أذوق أورك كما قادم mana ku wallicinin mana ku dhibtoon dhalmadiisii mana nuujin naaski marka ilaahay subxaanahu wa tacaala iqraaran min allaahi caza wajal ayuu rasuulku sidaa ku yiri kuma gudan marka xaqeedii oo la imaanayo waa markaynu nidhaahno waa hooyo ummu salama أما حديث كلا يتي رسول كان عليه الصلاة والسلام وحوليه نين رير بني سليما أيا أي مت رسولك
يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما ما هريبو يري لبدي دي والد وح كركي وهري أو حقا أن قبار نما سمين كرام مجر تامر كيد انتان كدنبو يعني مركي إلهي أفسد كدنبو انت نول يهوان قبار نما سمين لكن مركي انتان كدنبو وح كلاتون قبار نما سمين كرام مجر تابو يري رسولكم مركا وحوكو جوابي نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما رواه أبو داود وابن حبان والحاكم حديث كاس حديث عظيم جدا وي من كاس مركو يري والد كيجي مركا الانتان كدبوا موبار انما سماي كريا نبي وحو يري نعم هنا أيجا أدعي سيد هذه الشرالة طلو ما ندعينا مايا انت نسوا حسو سنة ير انت انو قلبك ان نسوا قشايا ير غفرها الله والاستغفار لهما ان الاله ودن بداف ويدينو وان نكو اللوبين قبرك تحت التراب والجنادل ان نكو اللوبين فكم من أم ربت ولدا أو بنتا لم تنتفع به ميقا هويا أيد شويل أما قبر ويكون رفاد كورنتو دي وينكو انتفاعين لما تيضن حبكيلين يا الله إمام مسلم مركا إن لو دعيه هذا الشرالي أو لو استغفار دلبو إلهي دنبداف لو ويديو حقا إنه ليهين ملزم كاويان